صباح اللي بتغني يا فاطمة. عيب اللي انت بتعمليه ده يا فاطمة. يا فاطمة ده احنا بنحب بعضينا. عيب. اقفلي دلوقتي يا فاطمة. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، وصباح الخيرات وصباح نادي وصباح اللي بتغني. شو عم بتقول مراي؟ تقبرني حبيبي، بدي منك شغلة. شغلة واحدة؟ ده انت تقمري كده يا نجمة الخليج يا ام فستان شيء. بدي تاخد بالك على سوسكا. سوسكي؟ ايه سوسكي الكلبة بتاعتك. ايوه مال، نخلي بالنا منها، ايه المشكلة؟ صار لها يومين حزينة وما كلتش. ما يصح، وهذا جدوى الطعام لسوسكي. والله احنا يعني احنا نخدم من غير اي حاجة. والله هي متعودة كل يوم الساعة 4. ساعة كم؟ 4. 4 ايوه. 3 هيدا الجدول. وهذا لحم بقري خفيفي كتير على المعدة. ربنا يخليكي. مخصوص لسانشوسكا. سوسكي؟ يا وحيد ده ملفيتك. ايه دي؟ حتة من العظمة؟ لا حبيبي هيدي لبنة. لبنة؟ يعني يعملوش لزوم. والله انت عارفة ان انا اكل في اللحمة يعني خفيف. لا حبيبي لبنة يعني بالمصري جبنة. جبنة؟ ايه يعني سوسكا تاكل لحمة وانا اكل جبنة؟ ايه حبيبي. وماله يا ستي؟ ومال ومال الساعة 3 ما تنسى مرق. مش هنسى والله. باي حياتي. ايه؟ باي. يا لهو. على السلام. مع السلام. ايه ده؟ عملت ايه يا منيل؟ ده انا كنت مطمن على الاكل بتاع سوسكي عشان ما يكونش حمضان. ايه فين باي؟ يا مارا يا هو يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا خبتك التجيلة يا سلطان يا ابن غنيم. شوف ادي النسوي طول بعرض زهرة وهي زهرة. يا بني. ايه يا بو؟ بقاني اقعد اكنس واغسل وامسح وانت عمال تتفرج على النسوان يا راجل يا راجل. ما يبقاش مخك مغفلك زي القفصك دي. ده انا كنت بتخيل. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. يا بنت وانا لفيت الدنيا دي بحالك هلاقي زيك فيه. ولا تلاقي ضفرك. ضفرك؟ هتقول ايه؟ اقول لا اله الا الله محمد رسول الله واني اخاف. قول يا سلطان، هم احلى مني في ايه؟ ما ترد. ايه هتتشل ولا ايه؟ لا جلطه بس بسيطه. يا ترى يا حسن، تقدر تقولي ايه الفرق بين البت عبلة دي وبين غادة عبد الرازق؟ اصلا مفيش فرق خالص. اخلص يا حمار. طبعا في فرق. ايه يا دكتور؟ هي غادة انما دي عبد الرازق.